السلام عليكم صغاري في درس من دروس المبرمجة عن بعد الوحدة السادسة مجال الحفلات والأعياد مكون الاستماع والتحدث. عنوان حكايتنا بإذن الله نحتفل بأستاذنا. سنتعرف على الهدف. الهدف من هذه الحكاية هو فهم المضمون العام للحكاية من خلال سماعها. نحتفل بأستاذنا. سأقوم بتسميع الحكاية. المرجو منكم الإصغاء جيدا. علمت سعاد وسمير وأصدقاؤهما في القسم بشفاء أستاذهم وقرب عودته إلى العمل، فعزموا على إقامة حفلة صغيرة بمناسبة شفائه. قالت سارة: نخبر السيدة المديرة ونأخذ موافقتها. قال سمير: لا بد من توزيع المهام بيننا ليقوم كل واحد منا بدوره. ابتهجت المديرة بفكرة التلاميذ واقتراحهم، وعرضت عليهم مساهمة المدرسة في الحفلة. وفي يوم الاحتفال زين الأطفال قسمهم بكل ما يليق لاستقبال أستاذهم. اشتروا الحلويات والمشروبات ووضعوها على الطاولات. قالت سعاد: أين الهدية التي جاءتنا بها مديرة مدرستنا؟ وأين باقي الهدايا التي اشتريناها؟ قالت سارة: كلفنا بها عليا، أراه لم يحضر بعده، لقد تأخر واقترب موعد وصول أستاذنا. قال سمير: لا تقلقي يا سعاد، سأذهب للبحث عنه، فالمهم أن نفاجئ أستاذنا. نعم، يجب ألا يعلم أستاذنا بأننا نقيم له حفلة. وما هي إلا دقائق حتى وصل الأستاذ أمام باب القسم صحبة المديرة، لكن عليا لم يحضر بعد، وكذلك سمير الذي ذهب للبحث عنه. وما إن فتح الأستاذ باب القسم حتى وقف التلاميذ جميعا يرددون: عودة ميمونة يا أستاذنا العزيزة. بقي الأستاذ واقفا في مكانه مندهشا، ودموع الفرحة تنزل على خديه، وقال: شكرا لكم يا أبنائي وبناتي، لقد أدخلتم الفرحة إلى قلبي. قالت المديرة: هيا يا أطفال، قدموا لأستاذكم الهدايا. وفي الوقت الذي قامت فيه سعاد لتعتذر للمديرة، دخل سمير ومعه علي يحملان الهدايا. ها نحن وصلنا، أليست مفاجأة سارة؟ فرحت سعاد وباقي التلاميذ وقدموا الهدايا لأستاذهم، ثم انطلق الحفل. إلى اللقاء صغاري، نلتقي في الحصة القادمة بإذن الله.